سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. ظل لساعات ينزف حتى الموت الطفل محمد علي هايس، استشهد نتيجة قناص ميليشيا الحوثي، الميليشيا التي تشن قصفها منذ أيام على قرى الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، وقد أدى القصف إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداء على المدنيين بمحورين: الأول النزوح الجماعي لأبناء تعز، والثاني المواقف الرسمية والإقليمية والدولية تجاه جرائم الميليشيا. نزح الكثير من أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية هربا من قصف ميليشيا الحوثي. مصادر محلية قالت إن الميليشيا تشن قصفها بهدف السيطرة على المنطقة، مؤكدة استشهاد طفل وإصابة مدنيين. من جانبها أوضحت مصادر عسكرية قيام التحالف العربي بشن عدة غارات على مواقع الحوثيين في عزة الحيمة. نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي يرصد طبيعة الأحداث الدائرة في الحيمة بتعز ومعاناة المواطنين هناك، ومن ثم نبدأ النقاش. جبهة جديدة مشتعلة في تعز. الجبهة مسرحها عزلة الحيمة التابعة لمديرية التعزية إلى الشمال من مدينة تعز. السائد في هذه الجبهة منذ نحو أسبوع هو الهجوم المكثف من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية على قرى العزلة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها مدافع الدبابات والهاونات، وقد ازدادت كثافة هذا القصف خلال اليومين الماضيين ما دفع بسكان القرى إلى النزوح إلى المناطق المجاورة. وبحسب المصادر الميدانية فقد شهدت قرى دار الجلال وأكم السفلى وشقب والشعب والشجور والدانة نزوح أكثر من 250 أسرة باتجاه القاعدة والزواقر والجعاشن بسبب تركز القصف العنيف على هذه القرى، إلى جانب ما تتعرض له من حصار من قبل الميليشيا المتمركزة في الجبال المحيطة بها، فيما تواصل الميليشيا تعزيز حضورها في هذه المنطقة بعشرات المقاتلين. القصف بحسب هذه المصادر تسبب في استشهاد 5 مدنيين وجرح 13 معظمهم من النساء والأطفال، كما تسبب في تدمير الوحدة الصحية في المنطقة ومدرسة عقبة، وتسبب أيضا في إلحاق أضرار بالغة بنحو 17 منزلا إلى جانب تدمير 3 منازل بالديناميت. التطور الأبرز خلال الساعات الماضية هي الضربات الجوية التي وجهها طيران التحالف على مناطق تركز الإنقلابيين في منطقة شعفل والعكد والحيمة السفلى، ما ألحق أضرارا مباشرة بهذه المواقع التي تنفذ الميليشيا منها قصفها العنيف على قرى المنطقة. أعمال القمع والإيذاء تتواصل في هذه المنطقة عبر قيام الميليشيا باختطاف الأهالي، حيث بلغ عدد المختطفين حتى الآن 19 مدنيا. يأتي ذلك فيما تتزايد معاناة السكان النازحين من منازلهم في قرى الحيمة في غياب أي دعم أو مبادرات لإيوائهم، ما يضيف أعباء جديدة ومآس جديدة إلى المآس التي تعرضت وتتعرض لها تعز في ظل تأجيل خيار الحسم العسكري المستحق منذ سنوات. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وسينضم إلينا بداية من محافظة تعز عبد الكريم العواضي، أحد أبناء مديرية أو منطقة الحيمة في تعز في مديرية التعزية. سيد عبد الكريم مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيد عبد الكريم، يعني أنت أحد أبناء المنطقة، ولربما أنت الذي يعني ستعطينا صورة كاملة عن ما يحدث في هذه المنطقة. نعم أخي تفضل. تفضل. يا أبدا معك. تفضل تفضل عبد الكريم. يا أخي بداية في يوم في يوم 19/12/2017 اجتمع الحوثيون بمشايخ المنطقة، وكان من ضمنهم الشيخ سعيد الحربي. نعم. فطلبوا من المشايخ تجنيد أبناء المنطقة، طلبوا من الشيخ سعيد تجنيد أبناء المنطقة، فرفض أن يجنيد لهم، قال أنا لا أنا معكم ولا أنا مع المقاومة، نحن ناس مواطنين في بلادنا. فأنا هذا هو السبب. فخرج من الاجتماع الشيخ، فبعد 3 أيام من الاجتماع يوم 19/12 كان هناك كمين لسيارة الشيخ
سعيد الحربي من قبلهم، وحدث اشتباكات أصيب ابن المشرف مديرية بالسفال بالكامل. هنا بدأ هذا كان السبب. شنت ميليشيات الحوثي هجمة شرسة على منطقة الحيمة بالمدرعات والدبابات والعربات والأطقم العسكرية، وحصلت المنطقة وضرب عشوائي من يوم 19 إلى هذا اليوم إلى هذه الساعة. هناك نزوح الأسر من منطقة الحيمة شقاب، ومن منطقة قرية العكمة، ومن قرية الشعب شعب ربيعة، ومن قرية الشبوك، ومن قرية الدانة. هؤلاء الناس نزحوا إلى القرى البعيدة المجاورة. أكثر من 256 أسرة نزحت نزوح كامل. تفجير أكثر من 11 بيت، ثلاث منهم تفجير كامل، وضرب بالدبابات على بقية المنازل تفجير جزئي. تفجير ضرب الوحدة الصحية بقذائف الدبابات بقذائف المدفعية، ضرب المدرسة مدرسة عقبة في المنطقة أحرقوها بضرب القذائف السلاح الثقيل. اختطفوا 19 شخص من أبناء المنطقة، 8 منهم من قرية شقاب، و6 منهم من قرية الفوزائية، و2 منهم من قرية وادي عريق، و3 من قرية الخمس، وهناك شخص آخر اليوم اختطفوا من قرية الأماكر. حتى جثث الشهداء الذين يتساقطون من المواطنين تأخذهم الميليشيات الحوثية. الطفل هايس هذا قنصوه وأخذوا جثته. الميليشيات الحوثية تنقل في المنطقة. لكن سيد عبد الكريم، يعني لربما كان الطلب في مسألة تجنيد أبناء المنطقة، لا شك أنهم كانوا أيضا يريدون إمداد جبهتهم في تعز في مواجهة إخوانهم من أبناء المدينة. الحوثيين نعم كانوا يريدون أبناء الحيمة أن ينضم أن يتجندوا في جبهتهم للقتال، لكن الشيخ سعيد الحربي رفض أن يجند منطقته للحوثيين. قال لهم نحن منذ 2011 لا تدخلنا مع أي طرف، نحن مواطنين، نحن مزارعين، لا لنا دخل بأي طرف. نعم، طيب الآن هم سيطروا على المنطقة بالكامل أم ما زالت هناك يعني مواجهات في المنطقة؟ هم محاصرين المنطقة بالكامل، الحيمة السفلى والحيمة العليا بالمدرعات والدبابات والعربات، حصار كامل. الجرحى إذا يعني لا هناك منظمات تسعف ولا إغاثة ولا، المنطقة محاصرة. نعم، لكن هل هناك مقاومة من أبناء المنطقة لهذه الهجمة من قبل الميليشيات، أو أنه هناك إمداد من الجيش الوطني لأبناء المنطقة، أم أنه حصار فقط وقصف على منازل المدنيين؟ حصار وقصف عشوائي، لكن يا أخي في مقاومة، مش ما تسمش مقاومة، الناس يدافعوا عن بيوتهم. يعني أبناء المنطقة يدافعون عن أنفسهم فقط لا غير، فقط بالسلاح الشخصي، لا يمتلكون يعني قوات ثقيلة أن يردوا عليهم، ولا بالسلاح الشخصي فقط يدافعون. هناك إتلاف للمزارع، تخريب المضخات، مياه الشرب، مياه الري، حبسوا بالمنطقة، فالناس هؤلاء يدافعون عن أنفسهم. نعم، يعني في ظل هذا القصف العشوائي الذي تتعرض له المنطقة، هل هناك منافذ آمنة لنزوح أبناء المنطقة، أم أن المنطقة محاصرة بالكامل حتى النزوح بات صعبا؟ بالفعل حتى النزوح بات صعبا، المنطقة محاصرة بالكامل. نزحوا أول يوم الناس يعني بكثافة، والآن المنطقة محاصرة كاملة من كل المناطق. الناس إذا جرح شخص والله ما يعني ما يجد حبة تسبرين. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا عبد الكريم العواضي، أحد أبناء منطقة الحيمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، يعني أوضح الصورة الكاملة لما يحدث في المنطقة. إذن مشاهدينا، لعلكم
استمعتم لما قاله ضيفنا عبد الكريم العواضي أحد أبناء الحيمة في تعز. هذه المنطقة تعيش أوضاع إنسانية صعبة، هناك حصار محكم على هذه المنطقة من قبل الميليشيا، وقصف مستمر على يعني المرافق الخدمية، على أبار المياه، على منازل المواطنين، صعوبة في النزوح، المواطنين لا يستطيعون حتى النزوح في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الميليشيا. ويعني السبب كما أوضحه ضيفنا هو أنه هناك رفض لتجنيد أبناء المنطقة لكي يعني يسوقوهم إلى الجبهات لمواجهة إخوانهم في مدينة تعز. هذا الرفض يعني قوبل بهذه الهجمة الشرسة ضد أبناء المنطقة، و يعني يحدث ما يحدث الآن. إذن سينضم إلينا الآن ماهر العبسي، ناشط حقوقي من تعز. سيد ماهر مساء الخير. نعم ماهر، يعني مرحبا بك ماهر. يعني بداية، تابعتم الأوضاع الحاصلة في الحيمة، ضعنا في صورة أولية وموجزة لما يحدث هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاصل في منطقة الحيمة في مديرية تعز محافظة تعز هو منذ أسبوعين أو أسبوع ونصف بالتحديد، في تاريخ 19/12/2017 بدأ الاعتداء على هذه المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي، وبدأوا بحصار المنطقة، حصار يعني حصار من كل المداخل ممنوع الدخول والخروج إليها. بعدها تطور الأمر إلى قصف بالسلاح الثقيل على بعض المباني السكنية في القرية، سقط يعني إلى حد الآن سقط قرابة 5 قتلى وعدد 12 جريح من أهالي القرية المدنيين. أيضا تدمرت يعني تم تفجير 2 مباني بالكامل، تم أيضا يعني تدمير 3 مباني سكنية بسبب القصف بالسلاح الثقيل. مستوصف القرية الوحيد أحرق وتم تدميره بسبب القصف بالسلاح الثقيل من قبل الميليشيا الحوثي. أيضا تم يعني هناك بعض الجرحى تم منع اسعافهم الى خارج المنطقه بسبب الحصار ومنع الخروج والدخول الى المنطقه. النازحون طبعا هناك نزوح شديد من قرى منطقه الحيمه، قرابه 216 اسره نزحوا الى حد الان، يعني هذه معلومه يعني اعداد واحصائيات اوليه، نزحوا 216 اسره من مناطق قريه الحيمه الى قرى مجاوره، بعضهم الى مفرق ماويه، بعضهم الى القاعده، يعني هناك مناطق تم النزوح اليها ويستمر النزوح. طبعا لم يتوقف النزوح بسبب ان القصف مستمر، هناك حالات قنص ايضا في المنطقه حدثت. نعم. اليوم ايضا اضيف الى هذا ايضا عندما قصف طيران التحالف سوق في منطقه في مفرق لا تذكر اسمه بالضبط في منطقه الحينه، سقط قرابه 32 شخص ما بين قتيل وجريح، والاحصائيه ليست نهائيه ما زالت تزداد لان هناك حالات خطره كل وقت يصل إلى هناك. هؤلاء جميعهم مدنيون من أبناء المنطقة؟ بالضبط، هو في نفس السوق في نفس المكان حصلت غارة يوم أمس في الليل، يعني يقال أنها استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي هناك في نفس السوق، وعندما جاء الناس في الصباح إلى نفس المكان تجمعوا حول مكان القصف السابق، جاء الطيران وقصف نفس المكان فسقط مدنيون قتلى وجرحى. نعم ماهر، عن النازحين الذين يعني في القرى المجاورة كما أسلفت، يعني هل هناك ترتيب لأوضاعهم من قبل المنظمات وأيضا أبناء المناطق هذه يعني في يعني تأمين مساكن لهم وغذاء؟ بحسب تواصل مع شهود عيان وايضا مع اهالي ناس اهالي في نفس المنطقه او من الناس الذين قاموا بالنزوح، لا يوجد اي ترتيب، بعضهم يبات في العراء، بعضهم في منازل، يعني اناس من قرى مجاوره يعني استقبلوهم، اما هناك ترتيبات من اي جهات كانت محليه او منظمات لا يوجد اي ترتيبات. اما السكان المتبقيين وهذه الكارثه الكبرى، السكان المتبقيين في المنطقه الذين لم يستطيعوا النزوح او الخروج بسبب يعني اغلاق المداخل والطرق التي تؤدي الخروج من منطقه الحيمه بسبب الحصار هنا، يعني نتوقع خلال الايام القادمه ازمه انسانيه كبيره في هذه المنطقه، خصوصا ان هناك يعني عدد السكان في الحيمه العليا قرابه 4000 شخص، لا اعلم كم في الحيمه السفلى وغيرها، هناك يعني اعداد كثيره من الاسر، ستكون هناك كارثه بسبب الحصار واغلاق جميع المداخل على هذه القرى. نعم، ابقى معنا ماهر. سنشرك معنا في الحديث سيد نبيل الأسيدي، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين سينضم إلينا من جنيف. مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك سيد نبيل. يعني بداية، كيف تتابعون كصحفيين وحقوقيين جرائم الميليشيا في اليمن وتعز خصوصا؟ ليس جديدا على تلك الميليشيات ما تقوم به من تعسف في حق المدنيين أولا، يعني ولعل أبرز قضاياهم هي القتل للمدنيين وأيضا الاعتقالات والاختطافات والتعذيب لكل من خالفهم في الرأي، وأيضا القصف المنازل وتفجيرها وقصف الأحياء والأعيان المدنية. هذا جزء من سياسة الميليشيات التدميرية وسياسة الأرض المحروقة التي تسعى إليها من خلال تهجير السكان ومختلف المدنيين الذين يقبعون في مناطق الاشتباكات أو في مناطق يعتقدوا أنها معادية لهم أو غير حاضنة اجتماعية لهم. نعم. وبالتالي هذه تعتبر الجرائم ضد الإنسانية و جرائم تعتبر جرائم حرب. أنا أدعو زملائي الصحفيين في كل مكان إلى تركيز الضوء وتسليط الأضواء على هذه القضية الرئيسية المهمة، خاصة وأن اليمن تعتبر يعني من الدول الهامشية للمجتمع الغربي والمجتمع الدولي، وبالتالي لا يوجد أي اهتمام حقيقي ومباشر بالقضايا اليمنية، وعلى وجه الخصوص قضية قتل المدنيين أو النازحين أو قصف الأحياء والأعيان المدنية، هذه الكارثة التي حلت باليمنيين. نعم. اليمنيين هم بلد أصبح نازحا في كل الأماكن، والكارثة تكبر كل يوم، وفيما المنظمات والمجتمع الدولي هناك خذلان كبير إذا هذه القضية. نعم، دعنا يعني نركز على المستجد هنا سيد نبيل. يعني ميليشيا الحوثي تحاصر منطقة في تعز، في مديرية التعزية منطقة الحيمة، ويعني تسببت بحالة نزوح. يعني كيف لاحظتم تعامل المنظمات الحقوقية مع هذه الجريمة الحاصلة في تعز؟ صراحة يعني للأسف الشديد تعامل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية الدولية إزاء هذه القضية وإزاء القضايا الكثيرة من قبلها، أيضا النزوح كان في رهيب في جبل حبشي أيضا وفي غيرها من المناطق، ولم يكن هناك تسليط ورصد وتوثيق حقيقي للكارثة بسبب أولا صعوبة الوصول إلى المنطقة، منع الميليشيات للوسائل الإعلام أو المنظمات الدولية أو الراصدين وغيرهم من الوصول إلى تلك المناطق، وبالإضافة إلى التعتيم الإعلامي الشديد. الآن كل وسائل الإعلام مسيطر عليها في الداخل أو في تلك المناطق من قبل الميليشيات، وبالتالي لا يوجد صوت سوى صوت الميليشيات، ولا بد من بذل الكثير من الجهود من أجل الرصد والتوثيق وأيضا تسليط الأضواء على هذه القضية المهمة. ما يحصل الآن في الهيمة كارثة إنسانية حقيقية، إلى أين يذهب هؤلاء الناس؟ يعني الجميع يعرف أن الإنسان اليمني أو الريفي لا يملك سوى ذلك المنزل، وبالتالي فهو سيعيش مشردا، لا يوجد أيضا مخيمات للإيواء أو للنزوح، ولا يوجد أي جهات دولية تقوم بمثل هذه الأعمال في الداخل، وبالتالي المعاناة كارثية، ويعني ما نقول أنها أكبر مما هو مصور على أرض الواقع. هناك نزوح إضافة إلى الأماكن التي يتم النزوح إليها، لا يوجد فيها أي مرافق صحية، ولا يوجد فيها أي جهات استقبال، ولا يوجد فيها أي جوانب إنسانية أو لإيواء هؤلاء النازحين. كما أيضا أحب أن أشير إلى ضرورة أن تتدخل الحكومة الشرعية بقوة من أجل هذه القضية ومن أجل إيواء النازحين وتوفير الإمكانيات لهم، خاصة في هذه الأيام أيام الشتاء والبرد القارس، كل تلك المآسي يعيشها الشعب اليمني ولا أحد يلتفت إليه. نعم، أبقى معنا سيد نبيل. أعود لماهر العبسي الناشط الحقوقي من تعز. سيد ماهر، أنت يعني سردت جملة أو عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي مارستها الميليشيا في هذه المنطقة. هل هذه الجرائم والانتهاكات تم رصدها وتوثيقها بشكل كامل؟
طبعا يعني هذه الارقام او الاحصائيات التي سردتها انا هذه ما تم التوصل اليه. طبعا هناك صعوبه المنطقه، طبعا المنطقه ليست فيها اي 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 يعني اي حقوقيين او صحفيين او رافضين، هذه يتم التواصل مع بعض شهود العيان في بعض المناطق. طبعا الحي ما فيها يعني قرى كثيره، نتواصل مع بعض شهود العيان يعطونا بعض المعلومات هذه ما نستند اليه. اما هناك ارقام اخرى، بالتاكيد هناك ارقام اخرى يعني نكون لا نعلمها في قرى اخرى يصعب الوصول اليها. خلال الايام القادمه سيتضح الكثير من هذه الانتهاكات. اضف الى ذلك ما لم اذكره هو افاده بعض السكان المحليين هناك انه تم تلغيم بعض الجبال المجاوره وبعض الطرق التي يعني طرق الطرق التي يتم خروج السكان منها، تم تلغيم هذه الطرق والجبال بغرض يعني استكمال حصار المنطقه بشكل تام وعدم استطاعه السكان الخروج او النزوح الى مناطق اخرى. نعم، إذا أشكرك جزيلا ماهر العبسي ناشط حقوقي، كنت معنا من تعز. أعود لضيفي الآخر نبيل الأسيدي. سيد نبيل، يعني الملاحظ أن هناك يعني تخاذل كبير لنسميه من المجتمع الدولي يقف في يعني صف المتفرج لما يحدث من جرائم في تعز وفي غيرها من المحافظات، يعني برأيك لما كل هذا الصمت؟ لابد أن يعرف الجميع أن هناك صراع إقليمي ودولي والكثير من التداخلات المعقدة للشأن في الشأن اليمني، ولها علاقة بالوضع الإقليمي والوضع الدولي والحروب التي تقام الآن في سوريا وفي العراق وفي غيره وفي لبنان أيضا وفي غيرها من المناطق، النزاعات وتقاسم الهيمنة ما بين الأمريكان والروس وأيضا وكلائهم الإقليميين في الداخل. وبالتالي فإن القضية اليمنية بالتحديد لم يشعر بها المجتمع الدولي بعكس القضايا الأخرى. أولا لأن الدول الغربية والأوروبية والأجنبية لم تتحمل جزءا رئيسيا من هذه المأساة كما يحدث مثلا في سوريا أو في العراق، مثلا من خلال وجود الكثير من المنظمات لإيصال اللاجئين إلى الدول الأوروبية والدول الغربية وإيجاد الأماكن الملاذات الآمنة لهم وإعادة التوطين. وبالتالي هم شعروا بأن هناك حجم كارثة كبيرة في سوريا وفي العراق من خلال الكثير من اللاجئين الذين استضافتهم أو أخذتهم المنظمات من مناطق الصراع إلى الدول ووزعتهم على الدول الأوروبية والأجنبية. بينما اليمنيين هم الجميع يعرف أن الإنسان اليمني لا يفضل اللجوء، وبالتالي فهو إنسان نازح وينزح إلى مناطق أخرى ولا يخرج خارج اليمن، بالإضافة إلى الكثير من العوائق التي تجعل الكثير المنظمات أو المجتمع الدولي لا يشعر بحجم المأساة داخل اليمن. نحن نعرف أنه اليمن بلد فقير وبالتالي المجتمع الدولي لا ينظر لها بعين المصالح الاستراتيجية، خاصة وأن ما يحيط باليمن والتداخلات في اليمن لديهم مصالح أكبر مما لدى اليمن، وبالتالي الشعب اليمني هو سيكون أو هو الضحية. يعني كان لكن سيد نبيل يعني هذا الصمت لنا يعني نقول أن أو نرجع سببه يمكن إلى تقصير من قبل الحقوقيين والصحفيين والناشطين في تقديم الصورة الكاملة للمجتمع الدولي فيما يحدث. أولا تحميل الصحفيين أو الناشطين أو الحقوقيين الخذلان أو التخاذل الحاصل، يعني هل ربما يكون هذا سبب أم أن هناك أسباب أخرى بعيدة وهذا الجانب يعني قد أدى ما عليه على أتم وجه؟ أولا هو أحد الأسباب يعني وليس السبب الرئيسي ولكنه أحد الأسباب، ولديه مبررات كثيرة، يعني صعوبة الوصول للراصدين وأيضا لا يستطيع أحد أن يظهر أنه راصد أو حقوقي في تلك المناطق. أنتم تعرفون أن الميليشيات تقوم بمداهمات كل من يقوم بعملية الرصد والتوثيق وأيضا ما يتعرض له الصحفيين من خلال تغطياتهم. أعتقد كل الصحفيين الذين لديهم مواقف من تلك الميليشيات إما مطاردين أو ملاحقين، وآلة القمع الرهيبة التي تقوم بها الميليشيات ضد كل الناشطين والسياسيين كل يوم في ازدياد. وبالتالي أولا صعوبة الوصول إلى تلك المناطق لأنهم لا يسمحوا بإيجاد الممرات الآمنة للصحفيين ولا للسكان، فمن بالك يعني
تلك الميليشيات حينما تحاول تغطية الحقيقة هي تعرف أنها ترتكب جرائم على أرض الواقع. نعم. وبالتالي من حينما ترتكب أي جهة جرائم في الأرض فهي تحرص بشدة على عدم إيصال المعلومة، وعلى أيضا على منع الصحفيين والحقوقيين والناشطين من الوصول إلى الأماكن. بالتالي هناك الكارثة يعني ستعرفونها ليس الآن بالتحديد، ولكن بعد وقت حينما تصبح الأمور أسهل في الحصول على المعلومة، وحينما يصل الناس إلى يصل الناشطين والراصدين والحقوقيين إلى الضحايا. بالإضافة إلى أن هناك نقطة رئيسية، مسائل الرصد والتحقيق والتوثيق تحتاج إلى جهد وإلى رصد معلومات وإلى أيضا الحصول على شهود عيان. نعم. والكثير من المعلومات التوثيقية وفق آليات الأمم المتحدة أو وفق آليات المنظمات الدولية. نعم. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى وقت وإلى رصد وإلى الوصول إلى الضحايا، ومسألة الوصول إلى الضحايا في ظل حصار خانق يصبح أمرا صعبا. نعم. إذن وضحت الصورة كاملة سيد نبيل الأسيدي، أشكرك جزيلا عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا من جنيف. وفي الختام أيضا أشكر ضيوفي ماهر العبسي ناشط حقوقي من تعز، والشكر أيضا لعبد الكريم العواضي كان معنا أحد أبناء المنطقة منطقة الحيمة في مديرية التعزية في محافظة تعز. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحية تحية أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.